مرحبا بكم وجمعة مباركة عليكم كاملين فيما كنتو. كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الغديوة خفيفة وصحية كيف العادة. خليكم معي حتى لآخر الفيديو إن شاء الله تعجبكم. غنصيد معكم واحد سلطه ديال الدنجال كتجي بنينه بزاف وصحيه. غادي نحتاجوا ليها الدنجال والمكونات اخرين. كيف كتشوفوا هنايا عندي جوج ديال الحبات ديال الدنجال متوسطين وعندي جوج ديال الحبات ديال الفلفله. طبيعه الحال كتختاروا النوع او اللون اللي بغيتوه. انا هنايا راني غسلتهم من قبل وغادي نشفهم مزيان من الماء. من بعد غادي نديرهم يتشواو في الفران وانتم كيرجع لكم الاختيار. يا اما كديروهم يتشواو بحال هكا في الفران اولا كتشويوهم فوق البوطه. المهم الا درتوهم فوق البوطه راه كيجيو عاطيين ديك النكهه ديال الشوا اكثر. وغادي ناخذ كميه ديال الزيت. عندي هنا شويه ديال الزيت مع الشيطه. غادي ندهنهم مزيان من جواه كاملين ونديرهم في الفران على 200 درجة باش يطيبوا ويتحمروا. مرة مرة غادي نبقى نقلبهم على الجهة الأخرى باش كياخدوا الطياب والتحمار من جواه كاملين المدة ديال 30 دقيقة حتى 35 دقيقة. المهم حتى كيطيبوا. من بعد كنزولهم من الفران ونغطيهم ونخليهم حتى كيبردوا مزيان. وهنا عندي نص كيلو ديال الكروفيت. غادي نديرو بواحد الطريقه بسيطه وبواحد الشرموله اللي كتجي بنينه بزاف. طبيعه الحال الكروفيت راه منقي من قبل. زولتو القشره ودوك الرجلين كيكونوا من التحت وفلحتو هكا حيدتلو داك العرق اللي كيكون الفوق اللي كيعطي المروره. صافي وراه خليتهم حتى تقطرو مزيان ونشفو. ندوزو دابا مباشره باش نصايبو الشرموله ديالو. بالنسبه للمكونات ديال الشرموله غادي نحتاجو الحامض مصير. هنا عندي نص حامضه قطعتها لطريفات صغيرين خليتها بالقشر وبالقلب ديالها. غادي نديرها هي الاولى في الزلافه. غنزيد عليها جوج ديال الحبات ديال الثومه اللي حكيتهم رقاق بهذا الشكل. معلقه كبيره ديال الربيع. هنا عندي المعدنوس والقزبر مقطعين رقاق. هذا العصير ديال حامضه صغيره. غادي ندير دابا غير واحد شويه وغادي نخلي الباقي حتى غادي نديرو في الاخر كاع ملي كيطيب الكروفيت. وغنزيد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. واحد المكون اخر اللي كيخلي الشرموله كتجي بنينه بزاف وكيجي حتى الكروفيت المذاق ديالو واعر ملي كيطيب هي الهريسه. هنا عندي تقريبا قياس معلقه صغيره. ما غنكثروش منها باش ما كتجيش لاصوص حاره وفي نفس الوقت كتعطينا واحد المذاق زوين بزاف. بالنسبه للتوابل هنايا غادي نضيف معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، معلقه صغيره ديال الخرقوم باش كيعطينا داك اللون للشرموله، ملح حسب الذوق. انا هنايا غادي ندير نص معلقه صغيره وراس معلقه ديال الابزار واخر حاجه نص معلقه صغيره ديال الكمون. صافي. المهم هنايا درنا المكونات كاملين كيف كتشوفوا. غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. صافي القياس اللي يبان لي بلي التوابل دخلوا مع الشرموله مزيان. وغادي ناخذ الكروفيت غادي نضيفه مباشره لهذا الخليط هذا. من الاحسن الا بغينا نديروا هذا الشرموله يعني نديروه على اتساع ونخليو هذا الكروفيت كيترقد واحد نص ساعه ولا ساعه في الثلاجه كياخذ ديك النكهه ديال التوابل مزيان. وبطبيعه الحال الا كنتو مزرودين ماشي مشكل غير ديروه راه في اخر اللحظه يعني كيطيب وما كياخذش وقت بزاف يعني كيجي واعر. بالنسبه للناس اللي يعني عندهمش الوقت يعني هذه وصفه رائعه. المهم انا هنايا شرملت الكروفيت كيف قلت لكم. غادي نخليه غير 10 دقائق من ما وجدت الشلاطه ديال الدنجال وغادي نرجع نطيبه مباشره. راه ما غاديش ياخذ الوقت نهائيا في الطياب. دابا نرجعوا للدنجال والفلفله. كيف قلت لكم راني حيتهم من الفران بعد ما طابوا كيف كتشوفوا وتحمروا بهذا الشكل هذا. خليتهم حتى بردوا مزيان غطيتهم هكا غير بالورقه ديال الزبده حتى بردوا. ودابا غادي نزول لهم القشره كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه يعني ملي كيبردوا كيرتاحوا كتحيد ديك القشره دغيا دغيا يعني بكل سهوله. كيف كتشوفوا راه كيجي حسن كاع ملي مشوي فوق البوطه يعني كيتنقى
بكل سهوله. صافي كنكمل هكايا التنقيه ديال الفلفله والدنجال، طبيعه الحال كنزولو هذيك السريعه اللي كتكون داخل، وما تغسلوش نهائيا يعني الدنجال، ما تغسلوش لان كتمشي منه ديك النكهه ديال الشوا. صافي غنكمل دابا ونقطعهم القطع صغار ان شاء الله. هذه الفلفله والدنجال بعد ما نقيتهم كيف كتشوفوا راني ما غسلتهمش نهائيا، غير زولت ليهم القشره صافي. وبالنسبه للفلفله غادي ناخذها غنقطعها لقطع صغيره، كنقطعهم في الاول هكا الشرائط رقاق، ومن بعد غادي نقطعهم المكعبات او المربعات صغيرين. بالنسبه للدنجال يا اما كنقطعوه توا بالموس يكون رقيق، او لا كنمعسوه، المعسوه بالفرشيطه او لا بالموس حتى كيولي القوام ديالو بحال بوري صافي. ومن بعد غادي نخلطو كلشي ان شاء الله. صافي هنايا عندي كلشي واجد، الدنجال والفلفله قطعتهم كيف قلت لكم. انا اخذ هنايا واحد الزلافه كبيره وغادي نبدا دابا نخلط الشلاضه. غنزل هنايا الكميه كامله اللي عندي ديال الدنجال والفلفله، غادي نزيد عليهم هنايا واحد الخياره رقيقه حيدت ليها القلب ديالها وقطعتها حتى هي القطع صغيره. عندي الفجل حتى هو غير حبه واحده كبيره شي شويه، المهم قطعتها حتى هي بنفس الطريقه القطع صغيره. حبات ديال المطيشه تقريبا متوسطه حتى هي قطعتها، ممكن تستعملوا مطيشه كبيره بحال هذه او ممكن تستعملوا حتى الطوماط سيريز حتى هي تتقطعوها القطع صغيره. وغادي نضيف قياس معلقه كبيره ديال المعدنوس طري مقطع. المكونات ديال السلطه هما هادو كاملين، دابا بقى لينا غير نزيدو التوابل. هنا غادي ندير عصيره ديال الحامض ونزيد قياس جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه. بالنسبه للتوابل غادي ندير غير راس معلقه صغيره ديال الابزار ونص معلقه صغيره ديال الملحه صافي. وغادي نخلط كلشي مزيان، يعني كيف كتشوفوا خليط رائع ديال النكهات، شي مشوي وشي خضر، ضروري تجربوها يعني كتجي خطيره وصحيه بزاف هاد الشلاضه. شوفوا كيفاش داير القوام ديالها والالوان اللي فيها صراحه كيشهيو. هنايا غادي نحطها في واحد الطبسيل، انا هنايا خديت طبسيل اوفال غارق شي شويه، وغادي نزل فيه الكميه ديال الشلاضه اللي عندي كلها بهذا الشكل، وكيبقى غير نزينوها بطبيعه الحال كل واحد كيف ما بغى. انا هنايا غادي نرش غير فوقها شي شويه ديال المعدنوس طري مقطع، وعندي هنايا شي شويه ديال الرمان غادي نزين بها هكا السطح ديالها من الفوق، كيعطيها واحد اللون رائع ومنظر زوين، وفي نفس الوقت المزيج ديال الحلاوه ديال الرمان والمذاق ديال الخضر كيجي واعر ومميز صافي. واخر حاجه واحد رشيشه ديال الزيت من الفوق، وها هي واجده. من جهه اخرى درت مقله كتسخن على عافيه متوسطه، وغادي ندير فيها مقدار معلقه كبيره ديال الزيت، وغادي ننزل دابا الكروفيت كله غادي ننزلو مره واحده ونسرحوه واحد شويه بهذا الشكل باش كله كيدخل معاه الطياب. غنحرك الكروفيت واحد شويه كيف كتشوفوا راه بدا اللون ديالو كيتبدل. صافي غادي نغطي عليه باش كيرجع عليه الصهد، ونخليه واحد جوج دقائق. مره غادي نبقى كنحيد الغطاء ونحركو باش كيطيب حتى من الجوايه كاملين. المهم الطياب ديالو راه غادي ياخد بين 5 حتى 6 دقائق، دائما على عافيه متوسطه. من بعد غادي نزولو وغادي نديرو في واحد لاطا ولا صينيه ولا مول اللي غيدخل الفران بهذا الشكل، وغادي ندخلو للمده ديال 5 ديال الدقائق على حراره متوسطه باش كيزيد يتحمر واحد شويه من الفوق. هذا الكروفيت من بعد ما خرجتو من الفران كيف كتشوفوا تحمر واحد شويه، زاد خدا واحد اللون زوين. غادي ندير عليه دابا في الاخر هكا واحد العصيره ديال الحامض مع الزيت من الفوق، وواحد رشيشه ديال المعدنوس في الاخر. وهذا ما كان، هادو هما الوصفات بجوج اللي حضرتهم معكم اليوم، وبالصحه والراحه ان شاء الله تجربوهم بدون شك كيجيو رائعين وفي المستوى، ونقدموهم طبيعه الحال مع شما بغينا. انا غادي نديرهم مع شويه ديال الخبز
والعصير. وهكا نكون وصلت لنهاية الفيديو. كنشكركم دائما على حسن المتابعة وعلى الدعم ديالكم. جمعة مباركة إن شاء الله. خليت لكم الراحة وبسلام عليكم.